تحياتي لكل طلاب تعليم الكمال العربي ولكل شخص عم يفكر انه ينتسب معنا للتعليم الكمال العربي، اهلا وسهلا. ففي شيء مهم كتير انا لاحظت في بعض التقصير، هو انه في بعض الطلبة ما نعرفين قيمة السولفيج الغنائي وما عم يهتموا فيه، وللأسف بعد ما حاولوا بمجهود صعب مع الكمان اكتشفوا انه تقدمهم بطيء. فعرفت انا من تقدمهم البطيء انه هني ما عم يتابعوا السولفيج الغنائي، فطلبت منهم يهتموا بالسولفيج الغنائي. الحقيقة بدي اشرح لكم الطريقة المفيدة تماما للتعلم، لانه المنهج تبع تعليم الكمان العربي حديث ومفيد جدا بالطريقة اللي معمول فيها تماما. يعني عنا دائما درس السولفيج الغنائي قبل ما نبتدي درس السولفيج الغنائي رقم واحد، ودرس الكمان رقم واحد بدنا نبتدي نقرأ ونفهم فيديوهات التمهيدية. فعنا فيديو تمهيدي لقراءة النوتة، وفيديو تمهيدي أو فيديوهين تمهيديات لعزف الكمان. هدول بالأول نفهمهم، بعدين نجي على أول درس اللي هو تعليم السولفيج الغنائي رقم واحد. بعد ما بنتقنه بننتقل على تعليم الكمان رقم اثنين، وهكذا. بعدين السولفيج رقم اثنين، وبعدين الكمان رقم اثنين، خطوة خطوة. وأي شيء بيصعب عليكم أنا موجود للدعم دائما، موجود لإعطاء الحلول المناسبة لأي مشكلة بتعترضكم. هذا الشيء. وبالنسبة بعدين لما بيتقدم الطالب وبتبتدي التمارين يبقى فيها صعوبة، فعنا طبعا تقنية بتتغلب على الصعوبة، بأنه نحن هي تقنية التبطيء. منبطئ الفيديو من الويندوز ميديا بلاير من السيتينج، وأنا بعلمكم كيف، بحيث إنكم بتبطئوا الفيديو بتاخدوه سرعة أبطأ، بالتالي بصير أسهل. فلما بتنزو على البطيء وبصير سهل معكم وبتتعودوا عليه، تبتدي ترجعوا تسرعوا لسرعته الطبيعية وتنفذوا بشكل دقيق وجميل، وبتكونوا وصلتوا لهدفكم بشكل دقيق وسريع وما بتعب. وفي كل الحالات يعني الحقيقة انه اللي بتعلم الدروس بهذا الشكل ما بيحتاج ابدا انه هو يتعب، لانه التعب ما هو موجود الا فقط في انتباهه كيف ينفذ التمرين. واذا صارت عنده اي صعوبه في اصابعه، في الكمان، في اي شيء، انا عم بساعدكم فيه وعم بدعمكم فيه، الحمد لله رب العالمين، ونحن ناجحين مع بعض. شكرا لكم لوجودكم ولثقتكم، وان شاء الله قريبا قريبا رح نبتدي نوصل لمشوارنا، لانه اليوم نحن قطعنا نص المشوار. نحن اليوم قطعنا سنتين ونصف من 5 سنوات أنا حاططها لتعليم الكمال العربي من الألف إلى الياء. شكرا لكم.